يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن العبادة اسم لكل ما يتقرب به سواء كان صحيحا لا ما قلت سواء كان صحيحا، هذا من عندك. سواء الإسلام العبادة اسم لكل ما يتقرب به إلى الله مما شرعه الله، مما يحبه الله ويرضاه. أنا قلت هذا، والله لا يحب الشرك ولا يرضى الشرك. نعم، صحح كلامك. نعم.